من بيروت ينضم إلينا مراسلنا محمد شبارو. أهلا بك محمد. هي حرب قضائية سياسية مفتوحة في بيروت هذه الأيام، ضعنا في خلفيتها، وما الذي يعنيه الآن بقاء القاضي بيطار في منصبه؟ رويدة، فعليا هذا هو التوصيف الأدق، هي حرب قضائية سياسية أيضا وشعبيا أيضا تخاض. دعينا نبدأ أولا بأن محكمة الاستئناف كان لافتا جدا السرعة التي رفضت فيها هذه الطلبات، طلبات الرد، وعللت ذلك بعدم اختصاصها. الجميع يعلم هنا في لبنان، حتى من قدم هذه الطلبات، أن محكمة الاستئناف ليست المحكمة ذات صلاحية على القضاء العدلي. هناك سابقة في العام 2007 عندما قد في قضية مشابهة أيضا تقدموا ب طلبات رد، وردت المحكمة بأنها ليست ذات صلاحية أمام التحقيق العدلي. لكن لماذا تم تقديم هذا الطلب؟ يقول بعض خبراء القانون في العاصمة بيروت أنها كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أولا المماطلة على صعيد التحقيقات ووقف عمل القاضي بيطار ريس ما يصدر القرار عن محكمة الاستئناف. وهذا يعود بدرجة أولى إلى أن مجلس النواب يعتبر حاليا في حالة عدم انعقاد. الدورة الثانية تعقد في 19 من الشهر الحالي، وبالتالي خلال هذه الفترة النواب بلا حصانات. وهنا صلب الأزمة الحقيقية بين رئيس مجلس النواب وبعض النواب المدعى عليهم والقضاء، الذي يقول مجلس النواب بأن محاكمة الوزراء السابقين، رؤساء الحكومات السابقين، يكون أمام محكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام القضاء العدلي، ولهذا لم يرفع الحصانات عن المدعى عليهم، وبالتالي كان يعتبر القاضي قاضي التحقيق بحسب بعض الأوساط أو المقربين منه أن هذه الفترة يمكنهم ممارسة صلاحياته كاملة، بما أنه لا يتطلب الحصول من مجلس النواب على رفع الحصانات عن المدعى عليهم. فعليا منذ صدور هذا القرار يعتبر أن القاضي قاضي التحقيق يمكنه استكمال تحقيقاته. بطبيعة الحال المدعى عليهم لديهم خطوات أخرى يمكن اللجوء إليها، مثل شكوى الارتياب المشروع، ولكن أي خطوة قضائية أخرى لا يمكنها كما ذكرنا أن تعرقل التحقيقات. من المتوقع في الأيام المقبلة وقبل عودة الحصانة إلى النواب أن تتكثف خطوات القاضي قاضي التحقيق البيطار في استدعاء وطلب مثول هذه الشخصيات أمامه قبل انعقاد مجلس النواب. في الشارع اللبناني رويدة، تحديدا هذا القرار تم استقباله بترحيب كبير، خصوصا أن محكمة الاستئناف ردت بسرعة قياسية طلبات في رسالة واضحة بأن القرار للقضاء أو بالتحديد محكمة الاستئناف لن تقبل بتغطية أو تعامل مع القانون بوصفه يمكن التسويف أو المماطلة أو الالتفاف على القانون. رويدة، شكرا جزيلا لك محمد شبار، مراسلنا من بيروت.